موبيل نيكست بروجكتس. وللاشخاص اللي استخدموا سوبرفايز ليرنينج من قبل يمكن يصير عندهم انتويشن افضل لكيف الموضوع بيشتغل. فاول شيء نحط السوبرفايز ليرنينج بالهيراركي للاشياء اللي نعرفها. ففي الارتفيشال انتليجنس اللي هو فيلدز الهدف منه تعليم الكمبيوتر يساوي شيء ذكي. شو يعني ذكي؟ هو شيء دائما مختلف عليه من ناحيه فلسفيه, بس خلينا نعتبر انه متفقين شو يعني ذكي. ومقسم لكثير سب فيلدز. ففي كم شت سب فيلدز بالكلاود. نحن اليوم بيهمنا الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج هو السب فيلدز اللي بنعلم الكمبيوتر يساوي شيء ذكي عن طريق اعطائه كثير داتا. كمان ماشين ليرنينج مقسم زي ما حكى محمود في السوبرفايزد ليرنينج اللي مميز فيه انه نحن عم نعلم الكمبيوتر تاسك معينه كمان نعطيه الجواب الصح. فزي بالمدرسه يكون في استاذ مع طالب بيعلمه بيحكي له شو الجواب صح, وين عم يغلط ووين عم يساوي صح, لحد ما at some point بيطلع الطالب من الصف وبيكون بيعرف كيف يساوي التاسك المطلوبه. فمثال حي على السوبرفايزد ليرنينج هو فينا ندرب الكمبيوتر نعطيه ارتكلز من الجريده ويقدر يحذر من اي قسم من الجريده اجى, مثلا قسم الرياضه, قسم البزنس, قسم السبورت. هذا مثال كمان رح نمشي عليه ورح يعني بناء عليه اشرح لكم الافكار. كونه سوبرفايزد ليرنينج بالبدايه رح نعطي الكمبيوتر داتا سيت كبير فيه كتير مقالات, وكل مقاله قدامها هاي المقاله اجت من قسم السبورت, هاي المقاله اجت من قسم البزنس. مستقبلا مجرد ما الكمبيوتر تعلم فينا نعطيه مقاله جديده ما شافها من قبل ويحكي لنا في احتمال كبير هاي المقاله جايه من قسم سبورتس مثلا. خلينا نمشي على هذا المثال بتفصيل اكثر. بنبلش بالداتا سيت تاعنا. فعندنا مقالات زي اي بي سي وكل مقاله واضح شو القسم اللي جاي منه. رح يكون داتا سيت طبعا كثير كبير. وي فيد الداتا سيت تو سم ليرنينج الجوريثم. الليرنينج الجوريثم الاوتبوت تبعه هو الموديل. الموديل فيكم تخيلوه زي كانه هو فانكشن. الفانكشن هذا مستقبلا فينا نعطي مقاله جديده وبيعطينا الكاتيجورايزيشن تبعها. فمثلا نعطي مقاله جديده بي بيقولنا هاي المقاله اجت بجزء البزنس من الجريده. هلا هي البروبلم بالتحديد اسمها كلاسيفيكيشن, لانه الليبلز الاشياء اللي عم نتعلمها جايه من سيت طوله محدود. بس للمعرفه لانه هاي المصطلحات كثير تطلع, لو انه الليبلز عباره عن ارقام ريل نمبرز بنسمي البروبلم ريجريشن. هي مجرد للمعرفه اذا بعدين رحتوا تقراوا ورح تلاحظوا هدول المصطلحات دائما موجودين. اذا شيء واحدكم تتذكروا من هي التوك تذكروا هذا السلايد بهالبساطه. الموضوع كثير بسيط, عندنا داتا سيت كبير بنعلم ليرنينج الجوريثم, بعدين عندنا اكزامبل بناء عليه بنصير نقدر نستخدمه يتعلم اشياء. هلا اذا الواحد ريسيرشر ان ماشين ليرنينج راح يكون مجال عمله داخل هدول التو بوكسز, يخترع ليرنينج الجوريثمز جداد, يطلع مودلز جداد, طرق جديده للتو ريبريزنت انفورميشن. نحن كوننا مركزين اكثر على نستخدم ماشين ليرنينج الجوريثمز ما راح يكون تماما تركيزنا بكيف هدول البوكسز بيشتغلوا. فينا نعتبر هدول they are black box we interact with them through two methods fit and predict. If it's a black box نعطي الداتا through fit, بعدين once it's trained, once it has consumed all the data from fit, we can show with a new data item with the predict method, and it should predict based on the data. لحد هلا الصوره واضحه؟ في اي اسئله, اي شيء حدا بده يستفسر عليه؟ alright, من ناحيه المبدا المفروض انه هلا التوك تنتهي لانه اعطيتكم البوكس فينا نستخدمه وكل شيء انتهى. بس الواقع للاسف بانه زي ما حكيت في كثير ليرنينج الجوريثمز وكل واحد اداؤه مختلف واحيانا بيشتغل واحيانا ما بيشتغل. فالديتا ساينتست بيمضي معظم وقته عم بيسوي اناليسز على ايش عم بيصير. ومشان الواحد يسوي اناليسز على ايش عم بيصير لازم شوي يفهم شو عم بيصير جوا البوكسز. فاللي هلا راح نسوي هو انه نطور نيو ليرنينج الجوريثم فور ا فيري سمبل كيس مشان نشوف كيف هدول البوكسز بيشتغلوا. اوكي, بدنا نعلم الكمبيوتر يقدر يحذر امتى لما نسوي غسيل امتى اواعينا نظيفه. فراح نسوي تجربه, بنجيب 3 كيلو اواعي دائما بنحطهم بنفس الغساله, بنوقت الساعه, بعد فتره مثلا بعد 10 دقائق بنطلعهم من الغساله وبنشوف هل نضاف ولا لا, وريكورد ذات لحد ما يصير عندنا داتا سيت طويله. فمثلا بعد 10 دقائق نوت كلين ما كان نظيف, بعد 120 دقيقه كان نظيف, بعد 30 دقيقه ما كان نظيف. ايفنشولي هدفنا تو كرييت ا موديل نعطيه فترة ما جربناها ويحكي لنا هل رح تطلع الأواعي نظيفة ولا لا. اوكي, هي التست اكزامبل اللي بدنا نشتغل عليه. هلا تو ورك وذ ذس صعب شوي نتعامل مع سترينجز كلين ونوت كلين, فراح نستبدلهم بأرقام.
إذا not clean it's a zero, إذا clean it's a one. هلا منبلش نسأل حالنا إيش ممكن يجي بالmodel box. ممكن يجي function هيك roughly شكله, في some parameter a ما منعرفه لسه, بس إذا الزمن اللي حطيناه بالغسالة تحت a رح تكون الأواعي مش نظيفة, وإذا زمن فوق a رح تصير الأواعي نظيفة. فنحن عارفين إنه our model looks roughly like that. الإشي الوحيد اللي مش عارفينه قد قيمة a. يمكن تفكروا إنه هاي الإكزامبل كتير بسيط, بس that's what machine learning is. الموضوع مش سحر, الموضوع عبارة عن figuring out a function, fitting a few parameters. ولكن كونه عادة نتعامل مع cases كتير معقدة, الواحد بيسهى عن هاي النقطة وبيحس الموضوع كتير معقد, بس هو عن جد بهاي البساطة. ف let's plot our data مشان ناخد فكرة كيف شكلها. عنا تشبه الفانكشن تبعنا, عنا لفترة معينة بيطلع 0 اللي هو not clean, after a while بلش يطلع 1 roughly 100 minutes. Yes. اوكي فأعيد السؤال عشان ما في كان مايكروفون. فالسؤال هو yes. هلا this is what we call binary classification. There are only two classes. There are cases where you have more than two classes. بالضبط. هلا what you can do هو you can do a classification small all versus others or one versus all. فمثلا you can let's say you know we are classifying زي بإكزامبل اللي شفناه قبل شوي بخصوص المقالات. We're classifying sports, business and politics اللي هم three classes. فينا نبني three classifiers. واحد that classifies is this likely to be a sport? It will still be a single function, لأنه you would have three functions. One that outputs this is either a sport or not a sport. One that outputs this is business or not business. One that outputs this is politics or not politics. فالموضوع شوي بتعقد بهاي الحالة, لأنه ممكن يطلع two classifiers يقولوا this is sports and business and you need to take a decision. But this is one way to approach it. Exactly, one against all. فعندنا شكل الداتا بيشبه شكل الفانكشن. النقطة الوحيدة إنه نطلع بـ learning algorithm يحذر شو قيمة a. فطب يعني عندهم background in programming, الموضوع pretty straightforward. We're gonna sort our data. Sorry. We're gonna sort our data, scan it from left to right. Once we see a change, we set the value of a to that value. ففعلياً we have just learned a model that now from this data we can tell in the future for any minutes in the washing machine whether or not the load is clean. تفضلي. Exactly. مضبوط. هلا. Perfect. هلا مشان هيك الكيس هاي is extremely simple. إذا لاحظتي حاولت أنا أقول we're always loading 3 kilograms of the load. ممتاز. هلا راح تشوفي إنه كل شيء ذكرتيه موجود بسلايد بالأخير. But I want to start simple and build up. فنحن هون we are doing it's our information, our input is single dimensional. ما راح نتعلم إشي معقد, ما راح نتعلم إشي كتير ذكي. بس as we go forward we can start expanding المعلومات اللي نعرفها عن الغسلة. إنه هي عملت بغسالة سامسونج لعدة 120 دقيقة, كان ملون, درجة الحرارة 40, حطيتها الأد سيرف طلعت نظيفة ولا لا. ففينا نسوي موديل أعقد. بس for now let's just imagine إنه this is a world where الفاريبل الوحيد بالغسيل هو فترة الغسيل. Okay. فنقدر نحذر الـ value A. نحن هلا we just developed a new learning algorithm وفينا نحطه بـ black box وفينا نقول له two functions fit and predict ونبلش نوزعه على الناس يستخدمه. ف let's see some use cases فينا نستخدم فيه our new function. Let's say our laundry cleanliness just for the sake of repeating it and seeing all the data. This is the data we had. كل X represents one experiment. ف some of the experiments were on the zero meaning the load was not clean. Some of them on one meaning the load was in fact clean. Once we pass it to our model, it will learn this function, which allows us to tell, مثلا, إنه 140 دقيقة the load is clean, although we never experimented whether 140 دقيقة the load would be clean. It looks very stupid and straightforward, بس خلوكم معي لحظة. الفكرة إنه هذا ال black box, we can use it for other things, مثلا, satisfaction from allowance. نروح نسأل مجموعة أطفال, أدي مصروفك وهل أنت راضي فيه ولا لا. We plot the data. نكتشف انه لحد المصروف حوالي ليره وعشر قروش مش راضي, اكثر بصير راضي. We put it through our model, كمان it's gonna learn, and فينا نحذر انه اللي مصروفه ليرتين راضي رغم انه ما سالنا ولا واحد مصروفه ليرتين.
هنا لو وانت اذا لاحظتوا دائما الفاليو بتاعتنا راح تكون either 0 or 1 فايتس ا بيت اوف an overhead يكون عندنا هذا البلوت فينا نستخدم الوان تو كود الستيت فمثلا ازرق 0 1 احمر بهالطريقه ممكن نعبر عنه على شكل خط واحد when we go to do two dimensions this will be this will have an advantage زي ما حكيت لكم supervised learning is a lot about analysis it's about figuring out ways to visualize your data visualize what's happening to know what to do next خلينا ناخذ كمان مثال بس هلا باستخدام هاي الفيجواليزيشن هو a day number of Facebook friends until the platform is attractive for you ممكن لمينا داتا اكتشفنا 15 I think you get the point بس بعدين we collect a data set a day average temperature مشان العنب ينمو و our data sets بيبين معنا انه on small values ما بينمو العنب بعدين on some range of values بينمو بس بعدين اذا كثير حار كمان ما بينمو هلا اذا نحن اجينا وطبقنا our model عليه طبعا ما رح يحزر صح حزر بالبداية أزرق which is correct بالرينج الأحمر بالبداية حزر أحمر فلو سألنا قدي درجة حرارة 18 بينمو ولا ما بينمو بيطلع أنه بينمو بس ما حزر صح بالأخير إذا سألنا قدي على درجة حرارة 48 رح يطلع أحمر which means أنه بينمو العنب رغم أنه الداتا بتقول أنه ما بينمو فبلشنا ندخل بستيت our model doesn't really cannot model this data set خلينا نرجع كمان خطوة لورا حكينا في كتير learning algorithms واحد يمكن سأل ليش هذا هو السبب لأنه كل learning algorithm بالأخير عم بيعبر عن family of models والداتا سيت ممكن not to fit a particular family of models فلازم الواحد يلاقي learning algorithm اللي مناسب للداتا سيت اللي عنده typically لو بدنا to have a model that matches this it will not be this gives error حد عنده سؤال ليش هذا الموديل مش ناجح Sorry, Sinan. Mark. Yes. It's linear problem. When we have linear problem, it's very easy to do. Less than kava. Exactly. Kava, more than kava, it's sparse. In this case, we have to implement non-linear algorithm. تمام. يعني اللي عم بيقولوا انه بالبدايه كان عندنا it's a linear problem in the sense that we only need one comparison to be able to tell what's happening. بهالحاله we cannot separate it by a hyperplane of dimension one by a point. مضبوط بس the point I'm trying to communicate is that our model can no longer support this form of data. We can develop a model that does support this form of data. مثلا if our model allows for a range of blue, then a range of red, then a range of blue again, it can support this data set. It's possible to create a learning algorithm that outputs this type of model. It's always possible to have a linear learning algorithm that outputs a new form of model. The point is you have to try to match your model to your data sets. The big takeaway here is that learning algorithms have limited expressibility. Every learning algorithm can only express some family of models, not any potential model. But you have to select the correct learning algorithm. هون بيجي سؤالين على بال واحد. أول شيء شو بصير لو عندنا very 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 general learning algorithm that can cover so much that I can just go ahead and use it. هذا كمان بسبب مشاكل رح نجي عليها كمان شوي. السؤال الثاني هو طب إذا عندي كتير learning algorithms و I have to find the one that matches my data ما رح يكون دائما the case is so simple that I can plot it and look at it. How am I gonna tell if my learning algorithm is doing well or not? We'll start with that one, and that comes down to evaluation. So, we have a learning algorithm. We have fed it some data. It has learned a model. What we can do is provide it again with data for which we know the answer. See what does it predict, and then compare its predictions with the answers that we know are correct. For example, we could feed it again the same data, our same ABC articles. المفروض يطلع for sports, politics, business to match the categories that we know are correct. But مثلا, for some reason, it didn't learn that A should be business, sorry, it should be sports, it learned it should be business. That's an error. We can feed both of those into some function that compares them. It checks are they the same or not, and can even express whether they are the same or not through a number. All right. اللي سوينا هون مش فكرة منيحة.
لأنه لو عملنا الموديل بس يحفظ هذول القيم it could output all the values always correctly. So it's never a wise idea to test your model on the same values that you used for training, for fitting the model. لأنه the easiest thing is just to memorize everything and then you're always correct. What people end up doing normally is splitting their data sets into two. فخنقول بلشنا بداتا سيت طويل زي هيك او حتى اطول نقسمه لقسمين قسم نستخدمه for training purposes قسم راح نستخدمه for testing purposes. ال training data set we're gonna feed to the fit method. ف our black box will train a model but then we will only fit the actual examples to the predict methods. Now this learning algorithm have never seen articles F, G, and H. It will predict something, but then we can compare the labels that we know are correct with the ones that were predicted. And it, for example, here, if it only checks the percentage of the ones that are correct, it would output 66%, 67%. So far, so good. Hey, is she? All right. So for what about if the nature of the statistics are changing with time? For simple supervised learning, there are a few assumptions. First of all, the data that will come in is from the same distribution as the data you train from, and it will not change over time. Although for simple supervised learning, what you say would be a problem, if it would predict incorrectly, there is an active research in that topic trying to make it allow for shifting statistics. Would that be unsupervised learning? No, unsupervised would be another thing. Okay. Thank you. Sure. هلا طبعا ممكن الواحد يضل انه انت لما تعمل داتا جديده you can refit again on your new data. بس هلا active research is doing stuff so that you can learn online and adjust the statistics as you go. فلسه يعني you don't have to rerun the model each time. All right. هلا حكينا انه why not come up with a very general learning model that could just learn anything. I want to use the whiteboard for this. عشان ما لحقتش اسوي سلايد. فلو جانا مثال الغسيل، الواقع انه نحن شفنا داتا كان noise free، فكان عندنا كل ال blue axes are on the left. Then we had a clean cut to red circles. But in reality, you would have noise. So you'd have one red circle coming in here because it was like just a few minutes before it was clean. ونحن فكرنا it's not clean. Or relax, we would have maybe an X coming here. If you had a fully, for our algorithm, what it will learn is that this is blue. So this is not clean. And once it faces the first red item, it will say all of this is clean. So it gets a few of them wrong. So it has, or had. But it generally acted correctly. If we had a completely general learning algorithm, it means that it can label any interval as either blue or red. So in this case, it would go for, let's try the example again. Instead of trying to mitigate noise, it will just learn the noise. So it will think, here is red, here is red, here is blue, and that problem is called overfitting. So we are forcing our model to exactly match our data, although our data contains noise. And that's not good. So it's not good to have a very general model either. You have to find a model that's somewhere in the middle. Not too general, not too simple that it cannot capture the nature of your data. And that, again, you can find by trying different models and then evaluating them or knowing the nature of your data beforehand. All right. هذا المثال بلشنا فيه وحكينا انه بدنا نشيك بس كم دقيقة كانت موجود الغسيل بالغسالة بس زي ما تبيننا انه هذا الباراميتر مش كافي خنجرب نحط كمان ال weight of the load. صار عنا ال input is two dimensional بدل one dimensional. We can do more interesting things.
We can extend the dimensions later on. For now, let's stay with two dimensions just to see some real life learning algorithms and what are the types of models they can represent. Hada, it's a random data set. Let's imagine, you know, actually it's data collected regarding the laundry. Blue would be a no. This was not a load, a clean load. Red would be it's a clean load. One axis would be the weight of the load. Another axis would be the time it's spent in the washing machine. If we were to use a simple linear model, we might divide the world like this. You see there are a lot of blue points on the inside, some red points on the blue side, because this model doesn't have enough capacity to learn something that's shaped any different than a line. Probably for our data set, this is not good. We can start going through more complex model. This one can learn a bit of curvature. This is a decision tree model. It can learn any division that is parallel to the axis. So it's learning a bit here. For example, it learned this long slide because it passes through this red dot. It tries to include this area, but this red dot is not included. A random forest model can learn with more lines, so it can do something that is more detailed. But then you get really ones that can do much more complex shapes. K-nearest neighbors can learn very complex shapes, and even more, the RBS SVM model can learn really complex shapes. So that's the idea of going from a learning algorithm that can generate simple models to more complex models. And going through all of that, you would have to evaluate and figure out which model works best for you. All right, so we went from having two dimensions, but the idea is that normally you would want to add more dimensions. For example, you might want to add the temperature at which the load happened, the brand name of the washing machine, any other thing. And as you add more and more information, you end up being able to learn something that's smarter. So to give you an example from something we do in Cache Basha, for example, we want to learn the weights of an item. And we go ahead and collect everything we know about this item. For example, this item is leather. It was ordered that many times. It's red. Things that might look like they are unrelated to the weight. But if you have all of that information and you feed it in, you might actually learn something that correlates to the weight, which is very, very valuable for us. In the reality of things, if you remember the example we started it with, we had an article. But you cannot really feed an article through a general purpose learning algorithm. Normally, you have to feed a vector of numbers. So what you do is that you go through a process called feature extraction, in which you take whatever original input you have and you turn it into a vector. And this is where your knowledge of the field helps a lot. For example, the first entry could be the length of the article. The second one could be how many times a team's name was mentioned, if our goal is to know whether this article is a sport or not. The third could be how many politicians' names were mentioned in these articles. And you can come up with very complex features to pull them into a vector that you can afterwards feed into your learning algorithm. This was all regarding the intro. We'll go through a short demo using scikit-learn, which is a library in Python that allows learning supervised and unsupervised learning. All right. So, هون عم بستخدم شيء اسمه IPython notebook اللي هو شيء كتير بنصحكم تجربوه. Python as في Python programming language في IPython اللي هو tool on top that allows you to interactively work with Python. Let's know the Python interactive console is not very great. IPython notebook بتعدى هذا الشيء وعنده web interface ممكن واحد يتفاعل معها ويسوي plots وهو عم بيشتغل it's really cool. ممكن واحد ينزله عن طريق package اسمه Anaconda أو ممكن ينزله لحاله. ما يست Anaconda إنه بيجي Anaconda معه كتير libraries لل scientific learning ولل data science بشكل عام. I'm going to run the cells one by one. In the first cell, we're just importing the libraries that we're going to use. Nothing interesting. Scikit-learn تجي جاهزة مع datasets to play around with and experiment. But one dataset is called the digits dataset. It's a dataset that contains a lot of handwritten digits. Then so far, let's start. All right, sorry.
يا بس هذا يقرر يشتغل. تمام. فأول سل كانت we imported some libraries. ثاني سل we're just loading the digits datasets. فالديجيت داتاسيتس فيه كتير handwritten digits من 0 ل 9 عدد كبير منهم. الهدف بدنا نتعلم algorithm نعطي handwritten digits يحكي لنا إيش هاي الديجيت. هلا بنشوف أمثلة عليها. مثلا كل ديجيت عبارة عن matrix representing كل نقطة إذا بيضة ولا سودة قد الانتنسيتي تبعها. هلا بنشوف كمان مثال عليها. مثلا خلينا نرسم 8 أمثلة جنب بعض. هاي مثال على 0 1 2 3 4 5 6. في عنا كتير أمثلة لكل ديجيت. هلا هاي just a detail. زي ما شفنا كل ديجيت معبر عنه ب matrix. The learning algorithm بيفترض انه كل input is a vector. فهو just need to reshape, change the shape of the matrix to become a vector. وهون بيبلش الشغل المضبوط. زي ما حكينا the learning algorithm is like a black box. بحالتنا نستخدم learning algorithm اسمه SVC, support vector classifier. ما بيهمنا كيف يشتغل, بياخذ بس one parameter that you can play around with. بيهمنا انه له two methods, fit و predict. راح نلود a new classifier. بعدين we call the fit method. نعطي جزء من الداتا فصلناها على قسمين. نص الداتا راح نستخدمها for training, نص الداتا راح نستخدمها for testing. تفضلي. اوكي فالسؤال بخصوص الفيتشر اكستراكشن, في خطوه مش موجوده. الداتا سيت هذا مجهز مشان واحد ما يضطر يسوي فيتشر اكستراكشن. فهم اخذين كل ديجيت وصافينها مصافينها بماتريكس بحجم محدد من قبل, واذا في اي روتيشنز مضبطينها. فمضبطين كذا شيء بهالحاله. بما انه الماتريكس حجمها مش كثير كبير فينا نستخدمها دايركتلي از ا فيكتور از ذا انبوت فيكتور. لو تفضلي. كان فيها رينجز, كان فيها انتنسيتي رينجز. فسؤال الماتريكس فيها بس بلاك وايت, فيها انتنسيتي رينجز. خلينا نرجع شوي لفوق. فيها من 0 اظن ل 205 اكشولي مش عارفه 16 بس من 0 ل 15 هو اكثر شيء اسود اظن هاي بيستخدموا inverse stuff او يمكن هو اكثر شيء ابيض مش عارف صراحه الفورمات تبعهم بس ما بيهم. لا هي راح تضلها بهالشكل, ما راح تحولها ل binary representation. فقط different performance, yes, or different evaluation. Mm-hmm. Is it possible to make it adaptable? Suppose that you have support vector machine. Mm-hmm. For subset of data, give a good results, classification results. Another algorithm, the same algorithm for different data, give bad results. Yes, so is it possible mm-hmm. to make it adaptive learning? What I mean is to select from the input feature appropriate algorithm. Normally, you can run independently from your classifier an algorithm to select features. So sometimes you have a very long vector, and you're not sure what features are important and what features are not. What I mean is different set of data, if you apply to different learning algorithm. Suppose that I have for character recognition, mm-hmm. or for this example, okay? I feed it to support vector vision. It maybe give me a good result. Okay. I use the same set of data. I use another data such as I give articles and different things. Give me this article belong to which newspaper. Yes. Is it? Maybe if I feed it to support vector vision, it don't give me a good result. That's very likely. So, is it possible to, first of all, from the feature, before I feed it to the learning algorithm, from this feature vector,
I can select the appropriate learning machine? Just from looking at the feature vector, you want to know? Okay, what you normally do is that you apply your data set to multiple classifiers, and you end up analyzing them and figuring out which one is great for you. Also, the learning is the support vector machine is classified. Yes. And if suppose that I don't use the support vector machine, I use another learning network. It may give me a bad result, but for certain that another learning machine give me a good result. Yes. So that's what, okay, so you have the data sets. You don't know which learning algorithm will work from, well. From the data type, I can select the appropriate learning machine. This my question. No, I mean, you can't say, for example, that support vector machines is necessarily good with news articles. You can't say that. What you can tell is you can go ahead and try with multiple classifiers. So, for example, support vector machine or other classifiers and check your data. Because normally, you're not going to feed the article altogether at the beginning anyway. You're going to feed a vector of features, and depends on how you extracted your features, so you can't tell beforehand. The feature vector is the number of elements. Yes, the length of the feature vector. What is the effect of the... There is an effect. So if you have too many features, you run into something called the curse of dimensionality. So as you increase the number of features, you're increasing the dimensionality of the space in which these features exist. And that lowers the density of the features in this space. So if you have way too many features, your algorithm will not run correctly either. What is the effect of how to optimize the cost function? Mm-hmm. Do you know the cost function? Yes. How to optimize, because the dimension of the input vector effect on the cost function? Yes, so if you go through the learning theory, you can figure out that there is a ratio between the number of samples that you have and the dimensionality of the feature vector, and you can find the ratio that makes the best sense. But you can study it, but all in all, this is an introduction to the topic, so of course there are definitely, as I went through at the beginning, more advanced things to check out and discuss. I don't know, I think it would be better if we just take it offline after the talk. Thank you. Yes. We can use it for any problem that we have, but we have to choose the correct architecture, the correct learning parameter, and the correct feature extraction. Correct. So the thing with... And we don't go to any other algorithm to do the job. And now, you know, in the literature, a lot they are talking about deep learning. Yes. Deep learning, that's made multi-layer trusted neural that have maybe 100 hidden layers. Yes. So it depends on the driver. It depends on the professor or researcher how to use, which feature extraction to use, how many hidden layers, how many not in each hidden layer. Correct. So this is again, parameter. So you just can to your data. Cool. Just to give also an idea to everyone about this. So one possible learning algorithm is neural networks. And one flavor of that is deep neural networks. It's built in a particular way. But then again, there are a lot of parameters you can play around to figure out the complexity of the models it can generate. So it follows the general same thought process. You can design it in such a way that it creates very complex models, or you can design it in such a way that it creates simple models. And if you want, I mean, if that's your flavor of how to work with things, you can always use only neural networks. But there definitely are scenarios in which you would not want to use neural networks. For example, if you're running on very low energy devices or very low computational power devices, neural networks will just eat up your battery. So you would want something very simple. And what's shocking is that sometimes models that are very simple, like just a linear model, can do a lot. So it really depends on your situation. All right, let's just continue the example, and we'll get to more questions afterwards. So just to get you back into the context, we had this data set of digits, handwritten digits, and we wanted to be able to predict for a new handwritten digit whether it's a 0 or a 1 up to a 9. So far, we've seen how our data set looks like, and we loaded a classifier of type SVC. This is what we did here.
Afterwards, we're gonna just pass it half of our data to train it on it. So we're calling the fit method, one of the two methods that we're interested in. And if you are familiar with Python, you would notice this, we're loading half of the data and we're passing half of the target label. So we already know for this data what handwritten zero, like a handwritten zero is actually a zero. This is something we already know. Slices, yes. The next thing is, for the second half of the data set, we're gonna call the predict methods. So we're gonna pass in handwritten digits without passing what they actually are and ask for our, what the algorithm that, the model that was learned to figure out what digit this is. We're gonna be able to compare it to the expected values that we already have. It's as simple as that. It's these two calls and we're done. Now we can already analyze our results. We have a few helper methods that help us realize what happened. So let's see. For the digits zero, so these are some metrics to figure out how well we're doing. I didn't go over them in detail, but high numbers are good, close to one. So for digit zero, for example, we have almost all numbers close to one, the first three digits. We're gonna go over something that's easier to interpret, which is the confusion matrix. This is saying that for 87 handwritten zeros, the first row is zero, 87 of them were taken as actually zero. Only one of them was confused with a four or five. For the case of digits, Okay. فبالنسبة للأرقام اللي كلهم كانوا واحد أغلبيتهم بيّنوا فعلاً أنهم واحد 88 منهم بس واحد فكرنا اثنين وواحد فكرنا ثمانية وواحد فكرنا تسعة فينا نمشي على هاي الماتريكس مشان نكتشف فعلاً كيف أدائنا إذا نتفرج على أمثلة بجوز يكون أسهل إذا نتفرج على أمثلة نجحت هاي الديجيت المرسومة عرفناها أنها ثمانية الديجيت اللي جنبها عرفنا عن 8 والى اخره، رغم انه حتى الانسان مش سهل كثير يحذر. فينا نتفرج على امثله فشلنا فيها. مثلا هي الديجيت فكرناها 9 كمان فكرناها 9، هي فكرناها 9 هي 4 فكرناها 5 مش عارف صراحه ايش هي. 7 فكرناها 7 بس يبدو انها 9 3 اوكي انا من عندي الزاويه صعبه. ف هذا مثال قدرنا على السريع نمشي عليه. الداتا سيت كان جاهز بس شفتوا كيف انه هم تو ميثودز فيت وبريدكت وممكن اذا عندكم داتا سيت ممكن تبلشوا تجربوا. النقطه الوحيده اللي كان ممكن نغيرها نحن استخدمنا سبورت فيكتور كلاسيفاير لما سوينا الكلاسيفاير تبعنا. كان ممكن هون نسوي انيشاليزيشن لشيء ثاني مثلا لينير كلاسيفاير كان رح يطلع معنا نتائج مختلفه. هذا كل شيء عندي اياه لكم اليوم. اذا في عندكم اي اسئله انا جاهز. أي أسئلة؟ نعم. أوكي. أوكي. فالسؤال هو what's the support vector classifier؟ خلنا نرجع سلايدز عشان أفرجيك. Actually لحظة. بالمفهوم هذا مثلا it's a support vector machine اللي هو support vector classifier. بالمفهوم البسيط ال support vector classifier بيدور على vectors على edge بين المنطقتين اللي هو عم بيدور عليهم بنقي منهم enough vectors مشان يبني الباوندري. فمثلا بيعرف الباوندري بس باعتماد على كم من vector موجودين قريب من الباوندري. مثلا ممكن ينقي هدول الاثنين مع هاد مع هاد كم من واحد حوالي الباوندري بيقول الباوندري هي اللي ماشيه بيناتهم حسب الفانكشن المعين، مثلا هون حسب فانكشن اسمه RBF Radial Basis Function. في نعم. كذا نعم. الانبوت مالتك يعني كي ووردز ولا شنو؟ حتى نعرف هذا الاسي يعني بزنس ولا سبورت ولا بوليتكس ولا الهدف من المثال هو بس توضيح الفكره بالاخير. لو بدنا نطبق المثال هذا بدنا نسوي فيتشر اكستراكتور
من المقالة يبني فيتشر فيكتور. أعطيتها مثال ممكن يعد مثلا عدد الكلمات اللي بالمقالة كم منهم ممكن يساوي entity prediction عليه يعرف كم منهم اسم كم منهم فعل كم منهم اسم فريق كرة قدم مثلا. في أي أسئلة تانية؟ نعم أو تفضلي. هذول كلهم كمان سويت لهم generate بـ scikit-learn بـ Python. فهلي بساوي أول شيء data set بعدين بختار الكلاسيفاير اللي بدي اياه بدربه على هذا الداتا سيت عن طريق الفيت ميثود بعدين ممكن الواحد يقرا عند اي فاليو معينه شو البريدكشن ففي جريد كبيره مش مبينه عند كل فاليو عم بقرا شو البريدكشن وبلون المنطقه هذيك احمر او ازرق Yes. Inside scikit-learn, there are a bunch of data sets. So there are a couple of famous ones. Yes, so inside scikit-learn, في كتير data sets جوا scikit-learn. في حتى جزء من library اسمه data sets. وممكن الواحد يتفرج عليه يشوف شو data sets الموجودة. تفضلي. هلا اللي عم يعني اللي بقرأه من الداتا ساينس انه اكثر تطبيقاته في الاي كوميرس اورايت انه ناس شو عم تشتري ريليتد ايتمز such stuff هلا في الاي ار بي كومبانيز ما بحس انه في له هذيك التطبيقات ما بعرف اذا حكي صح او لا عم بسالك يعني هون سؤالي انه وين تطبيقات الداتا ساينس في الاي ار بي يعني انا بشركتي اكثر داتا ساينس بنقدر نعمله انه نطلع باترن ريكوجنيشن انه نطلع للكاستمر انه مثلا داتا الفاينانشال تبعتك بتطلع بشهر معين بتنزل بشهر معين مبيعات عندك كذا اما مثلا بحس انه التطبيقات اللي عن جد اللي بشوفها على الانترنت هي مور اباوت اي كوميرس هلا الاي كوميرس ان جوردن يعني ما بحس انه الناس كتير عم تشتري اي كوميرس فما بعرف انت يعني سؤالي صار جزئين الجزء الاول انه شو داتا ساينس بالنسبه للاي ار بي كومبانيز الجزء الثاني انه قديه في داتا ساينس بالاردن كونه الاي كوميرس مش كتير منتشر يعني مش كتير ناس بعرفهم بيشتروا اي كوميرس هلا اول شيء انا ما بايدك انه بشكل رئيسي من الداتا ساينس بالاي كوميرس يعني في تطبيقات داتا ساينس باشياء خرافيه على مستوى كاستمايزنج الفيسبوك فيدز هذا فيه كتير داتا ساينس داخل اشياء عميقه صح في كتير اي كوميرس حتى الريتيل كوميرس انه الواحد ممكن يحذر شو الاشي اللي ممكن يشتريه هلا او يبعثوا له دعايات بناء على الشيء اللي في احتمال يكون بده اياه هلا بناء على تصرفه السابق هلا بالاردن النقطه الثانيه انه قد ايه في اي كوميرس بالاردن هذا موضوع ثاني بس مش للمعرفه انه بالشرق الاوسط في 15 بليون دولار سنويا بيندفع على الاي كوميرس اوتف قد ايش ما بعرف او ما بعرف يعني فينا نجمع جي دي بي تاع كل هاي الدول يمكن يطلع كثير على الاغلب رح يطلع كثير اعلى من ناحية هذا anyways tangent على الموضوع فمش مهم بس كيف الواحد يستخدم بي ار بي انا صراحة ما في بالي فكرة معينة بس بدي اقول لك انه جزء كبير من المشكلة زي ما شفنا تطبيق انه الواحد يمسك الداتا يحطها على learning algorithm يطلع منها بشيء مش هو الصعب الصعب هو يكتشف وين يقدر يستخدم الماشين learning وين يقدر يستخدم السوبرفايز ليرنينج لازم واحد يكون مثل فطن وداير باله انه اول ما يشوف بروبلم يقول هون ممكن استخدم الماشين ليرنينج بشكل عام الواحد شايف في كتير داتا سيت كبير وفي مجال انه يتوقع شيء هناك محل ما بيقدر يستخدم ماشين ليرنينج بصراحه بالاي ار بي ما عندي فكره للاسف تفضل الو اعتقد انه كثير الابلكيشن زي ما حكيت يعني يمكن كومنت على الابلكيشنز اللي هو مثلا زي سنتمنت اناليسيس والاوبينيون مايننج يعني كثير عم يستخدموه بالبزنس والاي بزنس بشكل عام انا عندي سؤال على الامبالانس داتا سيت اعتقد انه في تشالنج في الماشين ليرنينج اللي هو الامبالانس داتا سيت لما يكون عندك الكلاس تيبلز مش نفس الريشوز مظبوط فبرايك يعني شوف في مثلا انا يعني بعرف كثير في ميثودز عشان تتخلص من الامبالانس داتا سيت بروبلمز بس شو مثلا شيء انت جربته في الابلكيشن تاعك مشان تحل هاي المشكله مشان نعطي مثال كمان لكل كيف يعني امبالانس داتا سيت مثلا السبام فلتر تبعك السبام فلتر بالايميل احتمال
إذا العالم منيح مفروض إنه واحد ما يوصل كتير سبام فيلتر سبام إيميلز مثلاً. خلينا نقول 1% من سبام إيميلز تعاونه من الإيميلز توصله تكون سبام إيميلز. فلو الواحد صمم سبام فيلتر وقال إنه ولا إيميل سبام راح يغلط بس 1% من المرات لأنه بس هذول هم السبام اللي راح يمرهم 1% من إيميلاتك. فالمشكلة الواحد لازم يعدل الماتريكس تعاونه لما يكون في عنده إمبالانس بالكلاسز. فلازم يطلع بماتريك يعوض عن الواقع هذا الامبالانس. لانه ممكن اذا الواحد اخذ ماتريك زي هيك قديه من هدول الايميلات تم تصنيفهم صح راح يطلع 99% من هدول بالمئة من هدول الايميلات تم تصنيفهم صح as not spam رغم انه السبام فلتر ما سوى ولا شيء. فلازم الواحد يطلع بماتريك يقدر يقيس فيه احسن. مجرد ما الواحد عنده طريقه للقياس بصير بيقدر يعدل. بالاخير كل هدول الميثودز فيكساي فيهم فيدباك لوب بيزد على اللوس فانكشن تبعك اللي هو الفانكشن بيعبر اذا عم تعمل منيح ولا لا. فهو بس بيديزاين اللوس فانكشن. علي دوغلا من جامعه القطر. سؤالي كيف بيتم تطبيق الكرايم بريدكشن مع الماشين ليرنينج؟ لانه بتوقع كثير عم بيحكوا عنه هالايام. مره ثانيه عفوا اسمعك. الكرايم بريدكشن مع الماشين ليرنينج. الكلاينت بريدكشن. كرايم بريدكشن. ما عندي اطلاع بالتحديد على هذا الفيلد بس بتوقع بانه شيء مشابه اللي هو راح تساوي فيتشر فيكتور عن الانسان. شو تصرف شو سوابقه شو طبيعه الجرائم سواها. اذا عندك معلومات عن كثير ناس وعندك التارجت ليبلز تاعهم انه هل فعلا رح يساوي كرايم ولا لا فيك تساوي بريدكتور يتوقع اذا رح تساوي كرايم ولا لا. بشكل رئيسي بالاخير كثير احيانا الواحد ما في داعي يكون عنده دومين سبيسيفيك نولج مشان يساوي اي شيء. في مثلا ويب سايت اسمه كاجل عن طريقه ممكن اي شركه تحط مسابقه بمجال الداتا ساينس ممكن اي شخص يشارك. واحيانا بيكون اشخاص ما عندهم باك جراوند بهذا الفيلد. مثلا كان في مسابقه كبيره بمجال الفيزياء بمسابقه لسيرن وكثير من اللي شاركوا حتى اظن اللي فازوا ما كان عندهم باك جراوند فيزياء مجرد عندهم باك جراوند داتا ساينس. كان في سؤال هون فالمثال العملي هو اللي ذكرته انا بانه نحن احيانا ما نعرف الايتم شو وزنه وهذا الشيء بيأثر كثير على كيف الاوبريشنز تاعتنا تمشي. فنحن لساتنا بمجال تطوير هذا الشيء انه بدنا نحزر وزن الايتم بناء على كل شيء بنعرفه عن الايتم وفينا نلم كثير معلومات عن الايتم. نحاول نساوي بريدكتور يتوقع ريجريشن بروبلم يتوقع وزن الايتم بناء على كل شيء بنعرفه عنه. كثير احيانا الواحد بيتوقع اشياء ما لها علاقه بتوقع بس بتطلع لها علاقه. مثلا اذا كان جلد لونه احمر يمكن يطلع انه في كاتيجوري دائما اشياء جلد لونها احمر لها وزن معين وهذا الالجوريثم لحاله رح يتعلمها بدون ما نحن نقلق على الموضوع. كان في سؤال هون؟ إذا ممكن أجاوب سؤال زميلتي شو ممكن نستخدم الـ ERB المشين ليرنينج. هلا في موديول HR في الـ ERB ممكن نستخدم في التوظيف. هلا في عنا lot of CVs أنا 1000 CVs وأنا بدي سكيلز أو كومبتنسز معينة. فممكن أنا أعطي 100 CVs وأحكي له إيش الـ CV ممكن تزبط معي أو ماتش للإشي اللي بدي أنا وأي CVs تيجي بعدين ممكن من خلال المشين ليرنينج يكتشف ده لها ماشي او مش ماشي الشيء اللي بديها. ممكن هلا كمان لازم الواحد ياخذ بعين الاعتبار انه ماشين ليرنينج مشان يمشي وحسب عدد الفيتشرز الموجود لازم يكون داتا سيت له حجم معين صح. وجزء من التكلفه الكبيره هو ببناء الداتا سيت لانه بده هيومن ليبلينج بده واحد انسان يقعد يقول هذا هيك هذا هيك لحد ما يصير واحد عنده داتا سيت كبير. كنت جود تريننج سيت. اذا كان عندك كثير موظفين اذا كنت يعني ستارت اب صغير راح تتغلب. في لسه أسئلة. أوكي. بس هاي الستيب هي الفيتشر إكستراكشن. ما راح تدخلي سي في على اللرنينج ألغوريثم. راح تدخلي some kind of feature vector. فالجزء الواحد الجزء الواحد فيه يتذاكى فيه ويستخدم الفيلد نوليدج تبعه فيه هو بناء الفيتشر فيكتور انه كيف من السي في بدي ابني فيكتور بيعبر عن السي في حسب معرفتي بشو المهم بالسي في. في الشاب بس قدام هذا في مجال دراسه اسمه ليرنينج ثيوري عن طريقه في حتى يعني في باوندز ممكن الواحد يحسبها قد لازم تكون بيعطيك upper bounds على الايرور تبعك بناء على قد نسبه الفيتشرز لعدد السامبلز. ف والواحد عنده فيتشر زياده مزبوط كمان ممكن تسوي رن للالجوريثم تعمل فيتشر سيلكشن. تمام فينا نتفرج على هذا الداتا سيت. هلا بالاخير بيعتمد على الدايمنشناليتي اوف ذا فيتشر فيكتور
الديجيتس هذا خلينا نضيفه سيل. فكل ايمج 8 ب 8 وعندنا 1797 صوره، فالداتا سيت مش خرافي حجمه، بس كمان فيتشر فيكتور 64 بس شكله. كان في سؤال هون. اه. حكيت انه ما بتعرف وزن الايتم مش باجر الاي بي اي. نحن معظم الاحيان بنخدم الاي بي اي، بس احيانا الاي بي اي ما بيرجع. فاذا ما بيرجع الاي بي اي عندنا مساي سكرين سكريبنج، اذا ما بيرجع سكرين سكريبنج بنحطه على المشين ليرنينج. كان في يعطيك العافيه. الله يعافيك. حاب اسال شو يعني جوجل وين تستخدم المشين ليرنينج؟ يعني تطبيقات وين ما تستخدم هذا السؤال. يعني جوجل اكثر يعني استخداما او الاميز. هلا اكيد عندك ال القصة انه انا يعني هون مش جاي كثير احكي اشياء عن جوجل، بس اذا احكي لك انه صار في مجال لبناء موديل بيرسوناليز لكل يوزر، فهذا اللي بيسمح مثلا لما تسوي سيرش كويريز يطلع لك كويريز بيرسوناليز لك. بس فكر مثلا اكثر مجال تطبيق ذكي وحلو هو جوجل ناو، اللي هو على اندرويد بيعطيك كارد بناء على اللي بدك تسوي. احيانا انا بخاف منه، احيانا تفتح عن جد انه مش عارف بيحذر اشياء غريبه مش عارف يحذرها. اه عن جد الموضوع بيخوف، بس اوكي لا الموضوع ما بيخوف، موضوع منيح. اوكي اي هلا روح عندي. اه بيحذرنا بيتك. اوكي بس شب هو الشيرن بريدكشن، انه كيف تتوقع انه الكاستمرز اللي عندك راح يتركوك بعد فتره او لا بناء على السيرفيس اللي بتقدمها له. كمان الموظفين ممكن تحذر انه مين راح يتركك بعد فتره من الموظفين. شايف الواحد لازم يفكر ببروبلمز دائما بيطلع معها بروبلمز مثير للاهتمام، الواحد لازم بس يكون عنده داتا كفايه يقدر يدعمها. فمحمود عم بيقول لي انه خلاص. فشكرا جزيلا لكم، واذا بدكم اي شيء انا موجود.